بسم الأب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. سفر التكوين بيكونوا أول سفر في الكتاب المقدس، وليه أهميته؟ لأنه يقدم لنا الكتاب ويكشف لنا عن سر حب الله الفائق لنا. بلا شك أن هذا السفر من أكثر الأسفار اللي كلمتنا عمليا عن عمل السيد المسيح مفرح القلوب في حياتنا. يبتدي سفر التكوين أو يبتدي الكتاب المقدس بالعبارة الجميلة اللي يقول: في البدء خلق ألوهيم السماوات والأرض. تعرفين الياه ميم في العبرية زي الألف ت في المؤنث، الجمع المؤنث في العربية. ففي البدء خلق ألوهيم، أو يه نون زي في الواو نون في الجمع بالنسبة للمذكر، فاليه ميم هنا تشير للجمع. فكونه يقول في البدء خلق، وكلمة خلق بالمفرد وألوهيم بالجمع، وبعدين يحط السماوات وبعدها الأرض. الآية دي تحتاج إن الواحد يقعد مع نفسه يكتشف خطة الله بالنسبة لنا. أول حاجة في خطة ربنا إنه يحب يعرفنا أسراره. مش ممكن خطيب يروح لخطيبته يقول لها هجيب لك كل اللي أنت عايزاه، كل الهدايا، وأقدم لك كل الإمكانيات، طب نقعد مع بعض نتكلم، ولا لا مش فاضيلك، طب أعرف أنت بتشتغل فين، مشاعرك من ناحية إيه؟ يقول لي أنت عايزة إيه؟ عايزة فلوس هديكي فلوس، عايزة بيت أجيب لك قصر، عايزة عربية أجيب لك أحدث عربية، لكن لا فضيلك ولا أقدر أتكلم معاكي. هل ممكن ينفع الزواج ده؟ مستحيل. كل أب يشتاق إنه يكشف أسراره لأولاده، بس حسب إمكانية الإنسان أو الطفل أو الصبي أو الشاب قد إيه يقدر يستوعب من أسرار أبيه. وأيضا كل خطيب محب لخطيبته، وكل زوج محب لزوجته، بقدر الإمكان بيقدم حتى أسراره الداخلية لهذه الخطيبة أو لهذه الزوج. الله كأب محب للبشرية يحب يقدم أسراره لينا. ويبدأ هذا السر بالعبارة الجميلة: في البدء خلق ألوهيم السماوات والأرض. حقيقة العبارة دي لوحدها تحتاج مننا نقعد نفكر فيها لكي نسبح الله من أجلها إلى الأبد. أولا يكشف لنا عن سر الثالوث القدوس، بس ما كانش ممكن للرجل اليهودي المبتدئ في معرفة الله أن يدرك هذه الحكاية، لأنه يستخدم صيغة المفرد في الفعل خلق، وصيغة الجمع في كلمة الله أو ألوهيم اللي هي الجمع. وكأنه يقول أنك أنت من صنع الآب والابن والروح القدس، أنت موضع اهتمام الآب، وأنت موضع اهتمام الابن وعمل الروح القدس. به كان كل شيء، وبغيره لم يكن شيء مما كان. ويكلمنا كتير العهد الجديد عن السيد المسيح أنه الخالق. فهنا بيقدم لك ربنا، يقول لك مش بس الأب مشغول بيك، ولا الابن وحده مشغول بيك، ولا الروح القدس وحده مشغول بيك، لكن أنت موضع حب الثالوث القدوس. دي نقطة مهمة، لأن كتير ناس تركز على المسيح. ودي أتذكر في إحدى المؤتمرات في قبرص كان مجموعة من المبشرين، كان مؤتمر فيه حوالي 100 واحد، وقعدوا يتكلموا يومين عن الروح القدس الروح القدس الروح القدس وعطاياه. فقلت لهم عايز أسألكم سؤال، أنا ليا يومين ما سمعتش كلمة الآب ولا مرة، وحتى اسم رب المجد يسوع نادرا ما بتذكروه، وايه الحكايه؟ وبديت اتكلم عن مفهومنا المسيحي
للثالوث القدوس. أنا ما أقدرش أتجاهل محبة الآب، ده بيقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. أنا موضع اهتمام الآب. صحيح يقال عن السيد المسيح به كان كل شيء، ولكن الآب هو الخالق، ولذلك يسمى المسيح يد الله، لأن الآب خلقنا بالابن وأيضا بروحه القدوس. فأول حاجة إن أنا غالي على الثالوث القدوس، وإن هو بيكشف لي أسراره بس على قد إمكانياتي وعلى قد قدراتي وعلى قد ظروف. ففي العهد القديم كشف لي سر الثالوث، ولكن بطريقة مبسطة لئلا ينحرف اليهود إلى عبادة الأوثان، لأنهم كانوا دايما يميلوا إلى عبادة الآلهة الكثيرة، ومن وقت لوقت يخضعوا أو يعبدوا الآلهة بتاعت الأمم المحيطة بهم. خلق السماوات والأرض. عايز أقف عند خلق السماوات والأرض. طبعا يقول القديس جيروم عن السماوات اللي هم السمائيون، خلق السمائيين وخلق أيضا الأرض وما عليها، وخلق أيضا الإنسان في اليوم السادس. عايز أدخل لجوه شوية للعبارة اللي قالها أظن ماري غريغوريوس أسقف نيسس. قال الله أبدع في خلقة الإنسان، أبدع، عامل مقال مخصوص عن خلقة الإنسان. قال أبدع في خلقة الإنسان لأن ده نقدر نسميه ميني كوزموس، يعني عالم مصغر. الملائكة تبص فينا تقول الله ده فيهم نفس بشرية تقترب طبيعتها من طبيعتنا، والحيوانات تبص فينا تقول الله ده ليهم جسد، جسدهم يقترب من الجسد بتاعنا. فالإنسان يمثل السمائيين والأرضيين لكي يسبح الله، زي ما بيقول الماري يعقوب ماري غريغوريوس أو القديس غريغوريوس النيسي، يقول يسبح الله كممثل عن السمائيين وعن الأرضيين. لأن الواحد فينا لما بيدخل أوضته كده ويقول له أبانا الذي في السماوات، يقول له أنا رب أصلي من أجل العالم كله وأشتاق العالم كله، تبقى أنت أب لكل البشرية. لا، ده النهاردة أقول لك مش كده، ده أنت واقف تقول له ده أنا ربي عضو ممثل للسماء والأرض. الملائكة ليسوا بغرباء عني، وأيضا البشر ليسوا بغرباء عني، وأنا واقف في مخدعي أو واقف في القداس الإلهي أو واقف في اجتماع الصلاة بحس أن أنا أمثل العالم كله. في البدء خلق ألوهيم السماوات والأرض. معلمنا أو القديس أغسطينوس يقول لما تسمع عن السماء والأرض تذكر النفس والجسد. النفس اللي جوايا من صنع الله، والأرض والجسد اللي أنا بستخدمه ده من صنع الله. إذن ما فيهاش حاجة وحشة، كل شيء صالح، جسدي صالح ونفسي صالحة وعواطفي صالحة ومشاعري صالحة وأحاسيسي صالحة. الله لم يخلق فيا شيء شرير، ولكن الله خلق كل ما فيا مملوء بالصلاح. ومن هنا أحبائي المشكلة اللي بيقع فيها البعض لما يقول لك معقول الله يصير إنسانا، لأنه مش قادر يحس قد إيه الله يكرم الإنسانية وقد إيه يشتاق إلى إيه، زي ما بيقول نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا في الآية 1 الأصحاح الأولاني الآية 26 في سفر التكوين. فالنهاردة أنا أقول له أشكرك يا ربي لأنك مهتم بجسدي ومهتم بنفسي، من أجل هذا الجسد حملت أنت جسدا، ومن أجل هذه النفس حملت أيضا أنت نفسا،
وزي ما أنا لي حواس أنت أيضا قبلت أن يكون لك حواس، وزي ما أنت قبلت أن أنا يبقى لي عقل وفكر، أنت وأنت هو حكمة الله قبلت أيضا أن تأخذ إنسانا كاملا فيه، أو آسف أقول صرت إنسانا كاملا، مش أخذ كما لو كان حاجة من الخارج، لكن صار إنسانا كاملا، الإله المتجسد اللي له أيضا النفس والجسد. بداية سفر التكوين عايز أقول لك الكتاب المقدس قبل ما أكلمك عن ربنا أو قبل ما أكشف لك أسراري أحب أسألك سؤال، تعرف أنت غلاوتك عندي قد إيه؟ هي دي رسالة المسيح، هي رسالة المسيح دي اللي جه من أجلي وتجسد من أجلي وتعمد من أجلي وتألم من أجلي وخدم من أجلي وجرب من أجلي وتألم من أجلي وصلب من أجلي وقام لكي يقيمني وصعد لكي يصعدني ويأتي لكي يأخذني معه في الأمجاد الأبدي. إذن خطة الله من البداية من أول سفر التكوين أن الله لا يبخل بشيء علي لأني صرته ومثاله ولأني أنا أيضا صنع يديه ولأن الثالوث القدوس مشغول بي. في آية جميلة بتشغلني حلوة ياريت نركز عليها اللي هي يقول إيه، وكان روح الله يرف على وجه المياه، كانت الأرض خالية وخاوية شكلها كئيب، وبعدين جه روح الله يرف عليها حول الأرض دي إلى العالم الممتع الجميل المبدع اللي من صنع روح الله القدوس. منظر حلو، جاي يرف على وجه المياه على وجه الغمر ويطلع لنا اللي احنا عايشين فيه الجمال ده كله. أحبائي، روح الله الروح القدس الذي عمل مع بداية الخلقة يبقى يعمل وسيبقى يعمل إلى أن تتحقق الرسالة الكاملة أن نعود فنصير أيضا صورة الله ومثاله، نحمل أيقونة المسيح ونزف في يوم الرب العظيم كعروس تحمل شركة الأمجاد الإلهية. لما نسمع عن روح الله الذي يرف على المياه تحمل معاني كثيرة، لأنه مش بس خلق من الأرض الخاوية عالما جميلا، ولكن المياه في العهد القديم تشير إلى الأمم والشعوب. روح الله يرف على العالم لكي يحول الأمم والشعوب إلى عالم الله الجميل، إلى كنيسة المسيح التي بلا لوم وبلا عيب، إلى شعب الله الذي يحمل الأمجاد الأبدية ويكون له شركة مع السمائيين. روح الله يرف على وجه المياه لأنه أيضا نشوفه ينزل على السيد المسيح في نهر الأردن وحل الروح القدس عليه مثل حمامة. أنت محتاج يا ربي لحلول، ده روح الله جواك، ده أنت وروحك واحد، أنت والروح القدس، مش بقصد الروح البشرية، أنت والروح القدس والآب جوهر واحد وطبيعة واحدة. قال من أجلكم أنا اعتمدت لكي أتمم كل بر عشان روحي يحل فتتمتعوا بحلول الروح القدس، روحي القدوس عليكم في مياه المعمودية. شوف يقول إيه العلامة ترتليان في القرن الثاني، لقد أنجبت المياه الأولى حياة، فلا يتعجب أحد إن كانت المياه في المعمودية أيضا تقدر أن تهب حياة. كان روح الله محمولا على المياه، هذا الذي يعيد خلق من يعتمد. كان القدوس محمولا على المياه المقدسة، أو بالأحرى على المياه التي تتقبل منه القداسة،
بهذا تقدست المياه وتقبلت إمكانية التقديس. هذا هو السبب الذي لأجله إذ كانت المياه هي العنصر الأول لموضوع الخلق حصلت على سر التقديس خلال التوسل لله. بيقارن بين منظر روح الله القدوس وهو بيخلق العالم من الأرض الخاوية والخالية اللي بلا جمال، وبين روح الله القدوس الذي حل على السيد المسيح وهو واحد معه لكي يعطيني أن أصير أنا أيضا العالم الجديد اللي يفرح الثالوث القدوس بي لأني صرت ابنا لله، لي حق زي ما بيقول بولس الرسول إن احنا خدنا روح التبني الذي به نصرخ يا آبا. يعني طبعا كلمة آبا دي زي ما بيقولوا إن الكلمة العبرية كلمة آبا في الأرامية الكلمة الواحد يقولها البابا فيها دالة ولكن فيها جدية، انت بابايا وانا ملتزم كابن ان اعمل العمل بتاعك. فاخذنا روح التبني. يقول ايضا القديس كليماندوس السكندري، يقول تتم الخليقة الجديدة بواسطة الماء والروح وذلك كخلق العالم اذ كان روح الله يرف على المياه. قديس باسيلوس الكبير ليه تفسير جميل لكلمة يرف على وجه المياه. بيقول ايه؟ بيقول كلمة يرف في السورينية، الكلمة اللي في السورينية معناها يحتضن، زي ما الطير كده يجي واخد الصغيرين بتوعه ويحتضنهم ويحمل ايه يحميهم من اي هجوم ومن اي تعب يحل عليهم. فبيقول انه كأن الروح يشبه طائرا يحتضن بيضا ويهبه حياة خلال خلال دفنه الذاتي، يدفنه جواه فيطلع منه حياة. القديس أمبروسيوس ليه تعليق جميل على كلمة روح الله يرف على المياه، ودي أحب كده يعني أتكلم عنها بشيء من يعني التوضيح. كلمة يرف يعني فيها حركة، في البدء في الزمن بداية الزمن خلق الله السماوات والأرض، في عمل وألوهيم الخالق والسماء المكان والأرض المادة وروح الله يرف في حركة. كتير واحد يسأل السؤال ده، لو الله لم يخلق الملائكة أو الطغمات السمائية ولم يخلق البشر هل كنا هنسميه خالق؟ أصعب السؤال شوية. هل الله قبل الخلق لم يكن خالقا والنهاردة بقي خالق؟ بيتغير؟ مستحيل. طب إزاي كان خالق؟ البعض يقول لك كان خالق بالقوة لا بالفعل. لا يا أحبائي، الله مش بس قوة ولكن في فعل، وإلا يبقى يحتاج للخلقة علشان يبقى خالق. الخلقة بالنسبة لنا حركة حب، الله بيحب الإنسان، من أجل الإنسان خلق كل شيء في العالم. الله اللي بيحب هو اللي قبل ما يخلق في حركة حب وبعد الخلق في حركة حب، فما تغيرش في حاجة، اللي تغير الوضع نفسه لكن هو ما تغيرش. فلما يقول كان روح الله يرف على وجه المياه يعني في حركة مستمرة، حركة حب بين الثالوث القدوس. الآب يحب الابن ويحب الروح القدس، والابن يحب الآب ويحب الروح القدس، والروح القدس يحب الآب ويحب الابن. ما اقدرش اقول ان ربنا قبل الخلقة كان يحب بالقوة لا بالفعل، ولما خلق السمائيين والارضيين بدأ يحب بالقوة وبالفعل. يبقى ربنا اسف اقول حاشا ان يبقى ناقص يحتاج الى الخليقة عشان يحب.
الله حركة حب بين الثالوث القدوس وليس فكرة جامدة في ذهن الناس كما لو كان الله معزول وبلا حركة وبلا حب. الله حب، ويقول يوحنا الحبيب الله محبة، وهذه المحبة أزلية موجودة أعلنت في الخلقة، كان روح الله يرف، وأعلنت حينما خلق الإنسان، نعمل الإنسان على صورتنا ومثالنا، وأعلنت حينما رفع المسيح أو قبل المسيح أن يرفع على الصليب، أحبني وأسلم نفسه لأجلي. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. لأننا أخذنا روح الحب، روح التبني الذي به نصرخ يا آبا، أيها الآب. إذن أحبائي، نقدر نقول أن هذه الحركة حركة الحب الموجودة أزليا فالله وتبقى أبديا ولن تتوقف مطلقا، سواء كانت توجد خليقة أو لم لا توجد خليقة. أقدر أختم القعدة بتاعت النهاردة بحتة مهمة خاصة بالمسيح. لما سقط آدم وحواء في العصيان وإدوا ظهرهم لربنا، مصدر الفرح، مصدر الحياة، مصدر التقديس، مصدر كل شيء بالنسبة ليهم، سقط تحت هذا الحكم موتا تموت. لا يقصد به مجرد الموت الجسدي، لكن فقدان الحياة كلها. طب والحل ايه؟ قال الحل بسيط، يقول للحية ايه؟ أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. أول وعد إلهي بالخلاص، السيد المسيح اللي يقول عنه إيه؟ نسل المرأة، ويقول معلمنا بولس الرسول أيضا عنه من نسل المرأة لأنه لم يأتي من زر. إحنا نقدم الشكر ربنا، إلهنا اللي أحبنا وخلقنا إدانا هذا الوعد الإلهي إن نسل المرأة سيد المسيح يسحق رأس الحية، ونتكلم عن هذا العمل الخلاصي العجيب وكيف تحقق في الحلقة الجاية إن شاء الله. وعشت ربنا معاكم، يدينا كلنا ندوق محبة المسيح الفائقة وندرك اعتزازه بينا واهتمامه ليس فقط بخلقتنا ولكن بتجديد حياتنا المستمر، لعلنا أيضا بنعمته نتمتع بالأمجاد الأبدية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.